سميتي الحاجه ميلوده و17 عام وانا خدامه في هذه المهنه هذه. قررت نشد لانتريك دابا الحمد لله. عندي الداكسين وصافي والشواهد ديالي صافي. دخلت بديت في الشطابه هي الاولى، ولات عادي الناس راه باغيين يعطيو عليها الفلوس وما لقاوهاش. المراه بحال الفاس فين ما مشات كتحفر. اللي داز من حدايا كيقول لي الله يعاونك. اي واحد راجل مراه كلشي كيعطينا التحيه حنايا، حتى من البوليس كيعطينا التحيه، المخزن كيعطينا التحيه وكيقدرنا. يعني عاجبهم الحال، وحتى الراجل راه عندي انا خدام معايا نيت فرحانه وبزاف عاد. سميتي رزق لبنى، أنا 34 سنة وخدامة في هذا القطاع مدة ديال 7 سنين. بديت في الأول بلايور، خدمة هكا ديال الشوارع الشطابة مدة ديال عام. مدة ديال عام دازت خدمت في طوموبيل صغيرة، دازت مدة شوية درت بيرمي ديال البوالور. كنا كنسمعوها من عشيرة تيقول لك يعني هاد الخدمة هادي راه ديال رجال، حقا المرأة راه في بلاصتها والراجل في بلاصتو. وهذوك الانتقادات كانوا تيقولوها يعني، وباقي الان تيقولوا انت شوفوا المرأة سايقة طوموبيل، ولكن ملي تتبان لهم شي ظاهرة بحال هكا ديال المرأة سايقة كميو ديال الزبل، لقينا تشجيع، كنلقاو تشجيع. وليداتي مفتخرين بيا والعائلة ديالي كاملة مفتخرين بيا، لأن الخدمة راها ماشي عيب، يعني مهنة شريفة وأساسية. ايامات كورونا كاع الناس قالت لي حنا خدامين بحالنا بحال الناس ديال الامن بحال الطيب، الخدمه اللي تتبغي تخدمها تتبغي تادي على احسن وجه. رحم الله من عمل عملا واتقنه. المراه المغربيه تبارك الله عليها تفوقت في جميع المجالات، حتى شي ميدان ما بقاش يجيها صعيب، ولا راه الراجل يعني يقدر يدير شي حاجه وهي ما تقدرش. بالعكس المراه المغربيه تبارك الله عليها كل شيء متوفقه فيه، كل شيء تقدر دير. بغات توصل شي حاجه توصل لها، حتى شي حاجه ما صعيبه. شويه الصبر وشويه الزعامه حتى حاجه ما تجي صعيبه، كلشي توصل ليه باذن الله.